السلام عليكم. 4 سنوات مرت على أكبر جريمة ارتكبتها عدوة الشعوب الولايات المتحدة الأمريكية، الجريمة التي لا تغتفر بقتل القادة الشهداء، القادة الذين أطلقت عليهم المرجعية قادة النصر، القادة اللي حققوا النصر وحققوا الشهادة، القادة اللي كل إحنا مطلوبين لهم وإلهم حصة حتى في أرواحنا اللي أنقذوها من القتل أو السبي، القادة اللي فشلوا أكبر مخطط لإنهاء العراق وإنهاء الإسلام وإنهاء الحياة على هذه الأرض، أعادوها بدمائهم، القادة اللي تحشدت أقوى قوة في العالم من أجل رجلين اثنين فقط، أقلقوا أمريكا اللي لا تقهر كما يقولون وهزوا عروشها، فسلاما لأرواحهم الطاهرة وهنيئا لهم بما سعوا لأجله طوال حياتهم ووصلوا إليه ليكونوا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أصحاب المبدأ الحق اللي ما تنازلوا عنا لحظة، شهداء اللي المفروض ندرس حياتهم في مناهجنا ومناهج حياتنا مو فقط نسمي شارع باسمهم، كل شوارعنا يجب أن تحمل اسم جمال وقاسم، لأن لولاهم هاي شوارعكم الآن يفتر بها الأفغاني والشيشاني ويحكمها الإرهابي والمجرم. أرحب بكم في هذه الحلقة المخصصة لاستذكار جريمة اغتيال قادة النصر، وأرحب بضيوفي الشيخ خالد الملا رئيس تجمع علماء المسلمين والأستاذ حسن فدعم النائب السابق، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله شيخ، حياك الله أستاذ حسن، حياك الله. 4 سنوات مرت على هذه الجريمة، أولا شنو ذولا من هم القادة؟ خلي نفهم، لأنه أكو ناس هوايد يعني ما اعرف بسرعه تنسى عندنا بالعراق، ذاكرتنا سمكيه. منو قاسم سليماني؟ منو ابو مهدي المهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولكم معالي السيد النائب والساده المشاهدين، وعظم الله اجركم جميعا واجر المؤمنين في كل العالم بل احرار العالم كلهم في هذا المصاب الكبير وهذه الجريمه الوحشية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية. أولاً أنا أشكرك على هذه المقدمة، وأنا أشكرك على حضورك، الله يحفظك إن شاء الله. شكراً لك. مقدمة يعني مع بساطتها لكن تعبر ما في دواخلنا جميعاً. النظر أو قراءة القراءة في هاتين الشخصيتين حقيقة تحتاج إلى تجرد، يعني بعض الأحيان حينما نقول تجرد لا ينبغي للآخر أن يفهم أننا نريد أن نتنازل عن دين أو مذهب أو عقيدة، ليس لنا علاقة بهذه التفصيليات، هذه كلها محترمة وخصوصية الإنسان أيضا محترمة، لكن قراءة عامة شاملة لهاتين الشخصيتين. أول شيء، هنالك بديننا الحنيف شيء اسمه حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، أن تكون خاتمتهم بهذه الطريقة وهما اللذان خاضا معارك متعددة، يعني على مستوى الحرب مع داعش أو الحرب مع الجماعات المتطرفة في سوريا، على أقل تقدير هذه السنوات الأخيرة من عمرهم، يعني شغلة 15-10 سنوات يعني خاضوها مع المختلف معهم، يعني هو ظاهره مسلم يعني، وأنا سامع يعني بأذني أكثر من مرة من الحج المهندس رحمة الله تعالى عليه حينما يتحدث عن القتال، وكنا نزوره إلى الجبهات،
فكان يتمنى أن لا يقع شهيدا، هو يتمنى الشهادة بس لا، أن لا يقع شهيدا على أيدي هؤلاء، يعني يقول كثير منهم هو مضلل، يعني مو يعني هذا كان إحنا لو الأمور تمشي عدل هيك يحكيها بالبساطة البصراوية يقول لو الأمور عدل هذا إحنا وياه بجبهة واحدة ضد العدو. يعني بس لعبوا يعني ما كان يتمنى انه يكون شهيد والله، حد رغم انه كل امنياته انه يكون شهيد، حد البكاء انا وياي مو احد ناقل لي او سمعت من فلان وقال، بس ما كان يتمنى انه يكون شهيد على ايد هؤلاء، يقول لا انا لا اتمنى ان اقع شهيدا على ايدي هؤلاء، هؤلاء مغرر بهم. النظام الصحيح يقول بالحياة ان نحن وهم في جبهة واحدة في خندق واحد ضد أعداء الإسلام، ضد إسرائيل، ضد أمريكا، لكن هكذا لعب يعني البرمجة مالتهم فجعلتهم بهذا الوضوع، وكان يتمنى الشهادة على يد الآخرين اللي هو العدو الحقيقي، العدو الأمريكي والعدو الصهيوني، ويمكن تحققت هذه الأمنية لهم. فحسن الخاتمة لا يختلف عليه أحد، هذا واحد. الجانب الثاني الجانب الإنساني اللي هواي من ناسنا تجهل هذا الجانب، يعني حياتهم الإنسانية. هسه احنا واحدنا ما مشترك يمكن بطلقة واحدة بحرب واحدة، بس شوفه يلزم المسدس يرمي رشاش هذا، هم في وسط المعركة، لكن أنا على أقل تقدير في متابعاتي ما شفت مرة القادة شايلين بندقية وسلاح وعنف، ويعني أكثر الفيديوهات التي تنشر تنشر لهم بطريقة يعني متجردين من السلاح، يعني عندهم الجانب الإنساني. أنا مرة في الموصل أخذت وفد من علماء المسلمين من علماء أهل السنة ورحنا إلى الموصل، يعني معركة السنجار أعتقد هي ذكر معركة السنجار. فلما وصلنا إلى المكان كان أصلاً البارود توه من تيل حرائق بعدها يعني، فسألت أحد الإخوان من وصلنا اللي هو وصلنا يعني للمكان، وين الحجي؟ قالوا الحجي هنا موجود بالغرفة الثانية. غير الحجي أبو مهندس يعني مو شوية طبعا. دخلنا عليه والله نايم على الأرض هذا ما مصورة يعني مو مثل الصور التي نقلت، هاي بالعين المجرد شفناه نايم على الأرض، يعني هيك فد جودرية أو فد شيء ونايم. قال لي الحجي إلى الصباح هو ما نايم، فقال أخذ لي في الساعتين أرتاح بيها. الجانب الإنساني قصدي الجانب الإنساني، وأكو جانب آخر وجوانب عديدة. الجانب الوحدوي يعني من يقول لك وحدة المسلمين، وحدة بين السنة والشيعة حقيقية، مو مجاملة، مو يدي عبر بينا طريق أو عنده فد مشروع معين. وهاي يمكن أنا يجوز يمك أذكرها لأول مرة أمام الإخوة المشاهدين في الحشد الشعبي لما تشكل التوجيه العقائدي، يمكن اسمه التوجيه العقائدي، فكان هو اسم التوجيه العقائدي، وسيد محمد الحيدري سماح السيد أخونا وعزيزنا يعني هو المسؤول. الحج المهندس قال لا يعني توجيه عقائدي للشيعة، ولازم نعطي خصوصية لأهل السنة، لأن أهل السنة عندهم يعني وضعهم يختلف، مناسباتهم أفراحهم أحزانهم غيره، فخلي نسوي استقلالية لهؤلاء اللي شاركونا بالمعارك. وفعلا صار توجيه عقائدي الآن مسؤول عليه الأخ عبد القادر العلوسي، وعندهم ميزانية وعندهم قدرات وعندهم إمكانيات، كل ذلك بفضل المشروع الوحدوي اللي هو يؤمن به، يعني مو مشروع سياسي، مو عنده مشروع سياسي يقول لك وحدة إسلامية هو يخالف إن كان سني أو إن كان شيعي. يم الحج المهندس لا، من قال لك وحدة إسلامية، وطبعا من أجاك الحج المهندس حج قاسم نفس الطريقة، يعني هذه على الأقل إحنا عاصرناها وعشناها، وما رحنا وحشينا وياهم بقضايا تخص الوضع السني في المناطق المحررة إلا شفناهم حماس، يعني حماس يمكن حتى أهل القضية لم يتحمسوا لحماسهم، فأكيد هم قصة كبيرة جدا يعني، وخسارة كبيرة. ولذلك شوف بعض الأحيان حجم الهجمة الإعلامية عليهما، يعني كل ما تتجدد الأحزان إحنا نحيي أحزانهم، بالطرف الآخر هؤلاء يعني ينبعثون بالسباب وبالشتم ليش؟ أنا ما قاعد أفتهم، يعني واحد
ماكو واحد يختلف اليوم بالعالم على الهمجية الأمريكية وعلى تعاملها مع الشعوب. أكو أنا ما أفهم ليش هذا الهجوم من أشخاص هم من بيننا يعني. أكو ازدواجية وأكو نكران للجميل. أكو يعني إن حسن العهد من الإيمان. مو أي واحد يقدر يحفظ لك حسن العهد ويقول جزاه الله خير مثل فلان وقف معي. هذا حسن العهد من الإيمان. اللي إيمانه ضعيف عفواً أو فاقد للإيمان لا يذكر أي موقف من هذه المواقف. أنت فقط لك أن تقارن بين رجل مثلاً بين متحدث في القنوات الفضائية في الأيام التالية يوم الثلاثاء أربعاء خميس قبل الفتوى بليلة واحدة. هاي الأيام الثلاثة أنا أسميها. يخرج على كل القنوات الفضائية ويقول هذا النظام انتهى وهذا الجيش بعد ما عاد جيش وثوار العشائر موجودين وجاييكم احنا ومتحزمين لكم في هذا وهو عراقي في هذه الأيام. هي نفسها هاي اللي هو يحط الحطب على النار هذا المتحدث. في هذه الأيام الحاج قاسم سليماني يأتي من إيران يأتي إلى العراق إلى داخل المحرقة حتى يحشد إخوانه وأصدقائه وربعه والفصائل وغيرهم حتى ينقذوا المناطق السنية من عصابات داعش. لك أن تقارن بين هذا وذاك يعني بين هذا المتحدث وبعضه وأمثاله الذين ظهروا على القنوات الفضائية اللي بعضهم الآن يتنعم بالغنائم التي أخذها من هذا النظام السياسي الذي شتمه قبل سنوات. والحاج المهندس والحاج قاسم سليماني اللذان قدما أنفسهما لأجلنا هؤلاء يموتون وهذا يتنعم بنعيم الدنيا ويشتمون وفي وبعدنا ما صارنا أربع سنوات هذا تاريخ. احنا ما يا سيدي احنا ما جاي نتكلم عن معركة الطف لا انا جاي نتكلم عن البارحة ولا عن واقعة الحرة حتى واحد يشكك. هسه بالواقع احنا كطلاب علم بالواقع معروفة لما يزيد بن معاوية ارسل هذا مسلم بن عقبة اللي سماه اهل التاريخ مسرف وقتل استباح المدينة ثلاثة ايام. بعضهم يشكك يقول هذا كلام مو كله مضبوط يعني هذا مو صحيح. لما بن كثير يجي يقول اغتصبوا النساء وذاك يقول حولوا مسجد النبي إلى اسطبل. الناس تشكك لكن نحن بأعيننا هذه الفيديوهات موجودة ما فعله داعش وما فعله القائدان العظيمان الكريمان الشهيدان لأجل إنجاح هذه المعركة. هذا فارق كبير يعني. تمام حجي حسن حياك الله. حياك الله. أنا أتذكر أنت بأيام المعارك اللي صارت مع داعش كنت رئيس مجلس محافظة. نعم. وواحد من اللي شاركوا بالمعارك كنت أنت. الحمد لله. وعندك روايات وطبعا تاريخ لازم يذكر يعني لازم الناس تعرفه يعني لأنه هم ما صار لنا أربع سنوات بس إحنا هم بسرعة ننسى. عموما كنت مرافق للعمليات اللي صارت أثناء داعش اللي نعرفوا بها على الأقل المهندس وسليماني. أنا سألت الدكتور عن من هم وأسألك الآن من هم من وجهة نظرك من هم مو معناها من هم قاسم. شكرا لك سيد محمد وتحية سماحة الشيخ الحبيب الغالي والمشاهدين الكرام. طبعا الحديث عن الحاج أبو مهدي والحاج قاسم هو حديث مؤلم ونقول مؤلم لأن فترة العشرة اللي تعاشر هيج إنسان يعني قمة بالتواضع قمة بالأخلاق قمة بالإنسانية قمة بالتدين قمة بالنزاهة. هاي المواصفات اللي أصبحت فريدة بهذا المجتمع مع الأسف خاصة على مستوى قيادات. لما الإنسان يفقد مرات الثقة في أغلب القيادات بسبب التعاطي بالأساليب الخاطئة في الأمور وفي يوم تيجي يلقى قيادات كبيرة مؤمنة مخلصة مجاهدة صادقة وطنية غير طائفية غير قومية واعية يتعلق بها كثيرا. تعلقنا كثيرا بهذه الشخصيتين من خلال العشرة المستمرة تقريبا أيام العمليات. كنا يعني بشكل يوم أكثر من أهلنا نشوفهم يعني النهار كله من الصبح لليل كنا سوية. أنا في عمليات تحرير جرف النصر كان ما عندي غرفة يعني خصت غرف للحاج حاج أبو مهدي عفوا حاج أبو حسن إلى غرفة صارت يعني الاستراحة قيادات المحاور. حاج أبو حسن كان شهيد أبو منتظر والأخوة في الكتائب والأخوة في العصائب شيخ ليث كان أخو شيخ قيس. أنا ما كان أكو غرفة إلي زين. ف
فقالت وين راح تنام؟ قلت له عندنا معسكر قريب اروح انام بيه. قال شلون محتاجك على مدار الساعه شلون؟ شو قد مسافه المعسكر؟ قلت له منها 5-6 كيلوات. قال لا ابقى ويانا هنا. فصرت نفس الغرفه انا والحاج قاسم والحاج ابو مهدي في معركه جرف النصر بنفس الغرفه، ما عنده غرفه فصرت رفيقهم. زين. هي يعني مكان صغير مو مكان كبير كنا. فمن الصباح الى المساء ننام سوا، نقعد الصبح نصلي صلاه الجماعه بنفس الغرفه ثلاثتنا سوا صلاه الجماعه نصلي. فكان قمه بالاخلاق، قمه بالتواضع، قمه بالوعي. واللي ذكره سماحه الشيخ حقيقه كان من الصفات الملازمه للشهيدين. ما كان الشهيدين من تحس بهم هم عندهم هذا النفس الضيق الطائفي والحديث بالنفس الضيق الطائفي. النفس الكبير الوطني اللي يحتوي الجميع، يحتوي العربي والكردي والشيعي والسني والصابئي. عندهم مشروع كبير، تحس بي عنده مشروع كبير. زين، شنو مشروعهم؟ انا اللي اعرفه من هسه اذا تروح على فيديوهاتهم كلها، اذا تروح على سيرتهم اللي تشوفها من بعيد. شوف ذول الناس ما عندهم غير قصه واحده، اريد يستشهد. لا مو هاي، انا شوف لما صارت قاعده مطوله مره، عشان عن مسيره انا والنائب يوسف الكلابي كنا وحاج ابو مهدي يمي بالبيت. فحكينا عن مسيرته السابقه من ايام السادس اعدادي وتاثره بالقيادات الاسلاميه الحركيه، المرجعيه الحركيه. في بدايه حياته وتاثر بالشهيد الشهداء عبد الصاحب دخيل رحمه الله عليه، الشهيد عبد الصاحب دخيل والشهيد بيت المبرقع وشهداء الاوائل بالحركه الاسلاميه. علاقته بالشهيد مهدي الحكيم وبدايه حركه الشهيد مهدي الحكيم المرجعيه الحركيه، ثم الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليهم. ثم شهيد المحراب وطريق يعني رفقه الشهيد المحراب في المهجر. رجل بنى شخصيته من هو شاب من عمر السادس اعدادي الى كليه الهندسه الى تخرجه هو الى استشهاده. كل مسيره حياته هي عباره عن علم، معرفه، جهاد، رؤيه واضحه. هو ما مو جاي يجرب اليوم ينتمي بهاي الجهه وبعد يطلع، رؤيه واضحه عنده ومسار مستقيم. ختمت هذه المسيره الطويله بالشهاده، ما كان هدف الشهاده، كان هدفه إحقاق الحق، هدفه مواجهة الظلم، هدفه مواجهة الاستكبار العالمي، أمريكا، إسرائيل، الصهاينة، تحرير فلسطين، تحرير العراق من الدكتاتورية، بناء نظام سياسي متوازن، حكم عادل في البلد. هذا كان طموحه. طموح هذا طبعا أكيد بإحدى مساراته هو الشهادة، إحدى مساراته هو أن الإنسان يتقطع على أرض بلده، لكن كان هدفه تحقيق حكم عادل. ولما تشوف مسيرة الشهيد المهندس او حتى مسيره الشهيد سليماني، هو ابتعدوا عن ملذات الدنيا ومناصبها. مثلا اللي ذكره سمعت الشيخ انه لقوا نايم على بالغرفه على القاع، ان هذا كان مشهد مالوف بشكل يومي. نتعب ننام، الحاج ابو مهدي ينام حاله حالنا، ياكل حاله حالنا، وما عنده غرفه مشخصه، هاي غرفه قائد وقياده. وهاي حقيقه الصوره انعكست وتاثر بها حتى ضباط العسكر الجيش والاتحاديه ورد السريع، قاموا يشوفون هيك سلوكيات تاثروا بها وبداوا يقلدوها بعض قاده الاجهزه الامنيه من الجيش والشرطه والاتحاديه. زين، قد كانوا يشكلون خطر على الامريكان بحيث الامريكان خططوا واستهدفوا ومعلومات وجهود. التهديد على مستوى التهديد بمستوى الانجاز اللي حقق الانجاز اللي حققوه الشهيدين في مواجهه قوه مدربه وتعبت عليها الولايات المتحده، تدربتها وادلجتها سنين من العمل على تاسيس قوه ارهابيه فكريه، مو بس عسكريه، فكريه عسكريه تزرع في جسد الامه الاسلاميه ليخلو الجو الى الصهاينه لبناء منتجعاتهم وبناء مدنهم الاستيطانيه في ارض فلسطين، واشغال المسلمين داخليا بهذه الساعه قاعده ساعه داعش، كل يوم يسوون فرق جديد ويهدوه داخل المجتمع الاسلامي. وعي الشهيدين لخطر هؤلاء ومواجهه هؤلاء والتاثير على حواضن هذه المجامع الارهابيه، الشهيدين عملوا على التاثير على حواضن هذه يعني المجتمعات المسلمه، التاثير على هذه المجتمعات من خلال صوره مغايره للمقاومه، من خلال ايجاد مقاومه اسلاميه حقيقيه تواجه عدو حقيقي مو عدو وهمي. ايجاد مثلا حماس ودعم حماس وتقويه حماس من طرف شيعي. دعم حزب الله في لبنان، دعم المقاومه مثلا في فلسطين. دعم حركات التحرر ضد الدكتاتوريه في اينما كانت. هذه الرؤيه الواضحه للشهيدين
أصبحت أمريكا تشخص هؤلاء الشهيدين أنهم عدو رقم واحد. كل مشاريعهم التآمرية على الإسلام على الأمة الإسلامية كانت تشخص من قبل الشهيد سليمان والشهيد المهندس وتضرب. وخير دليل ما حصل حقيقة على أرض العراق من مواجهة عصابات داعش وتحشيد الشعب العراقي. أنا أتذكر في عمليات تحرير الجرف قالوا الحاج قاسم يريد يشوفك ضروري اليوم. أنا كنت جاي طالعين استطلاع زين، فرجعت للمقر. حاج عمر شنو الموضوع؟ قال أريد نشرك أهل الجرف بالتحرير. وقالوا بس أنت جنابي وابن المدينة يعني ابن المنطقة، وهي جرف الصخر غالبيتها جرف النصر غالبيتها جنابيين. فممكن صيادك لقاء مع العشار؟ قلت نعم. وبالفعل سويت لقاء مع شخصيات كبيرة من الجرف وأبدأ استعدادهم للمشاركة في التحرير وتشكيل قوة من أبناء الجرف للمشاركة. كان حريص على إشراك أبناء المنطقة، قال هاي القوة ندربهم ونسلحهم ويشتركون معنا في التحرير زي. وهم يمسكون بصراحة. هم يمسكون المنطقة بعدين سحب. صراحة الجنرال قاسم سليماني كان يأمر العراقيين يملي عليهم، هو اللي يعرف حج قاسم يعني ما لا بصراحة عليه. اي صحيح، هو السؤال للمشاهد يعني سؤال لا سؤال حضرتك تتبناه ولا انا اؤمن به. حج قاسم يعرفه طبعا، يعرف انه هو رجل على جنوده وعلى ضباطه في الحرس في قياده قدس ما يتحدث ياهم بصيغه الامر، يتحدث ياهم بصيغه الطلب. اما مع العراقيين فكان يستمع للجميع. كنا في غرفه العمليات، من نقعد بغرفه العمليات نقعد مستطيل ناقص ضلع، وهذا ضلع امام الخرائط. يبدا من اليسار الى اليمين واحد واحد يساله شنو رايك بالخطه، شنو وجهه نظرك، ثم يجمع هذه الاراء كلها ويطرح الفكره مالته الخطه مالته ويوافق الاطراف وتتبلش العمليات. يعني زين، واذا يعترضون يقدرون يعترضون ما يعترضون؟ وهذا كلام انت انا احد المعترضين كنت. بعد ما كملوا الشرح قال لي شنو رايك ابو نور بالخطه؟ قلت له خطا. قال شنو الخطأ؟ قلت له كلها. قال ليش كلها؟ ما يصير. قال لي وين الخطأ؟ قلت له لا كلها خطأ. قال شلون؟ كان الهجوم يفترض يكون من جنوب الجرف باتجاه الشمال. زين. قلت له ما يصير هيك الهجوم، يفترض الهجوم يصير من الغرب باتجاه الشرق تقطع على شكل محاور، ست محاور تقطع، مو يصير دفع، هذا يدفع باتجاه يدفع على جبل إذا من جهة واحدة وندفع العدو تريد. صعب جدا، خلينا نجزئها قطعها أفضل. قال بالفعل خوش فكرة هاي، شلون شرحت على الخارطة؟ قال جيد، خوش تحليل. لعد تؤجل العملية 6 أيام وخلنا ندرس هذا المقترح. درسوه بعدين صار أصبح هو الخطة. أي يعني ما كان رجل ما عسكري كان لا رجل عسكري يؤمن بالمشاورة، يؤمن بمعرفة الآراء، يناقش الآراء ثم يتخذ القرار. زين، اسمحوا لي فقط أخلي أخذ صورة من المطار الآن عما يجري بالمطار من مراسلنا علي حميد. حياك الله علي. علي حبيب صوتك ما واضح، ما عندي صوت، اعطوني صوت. تسمعني هسه استاذ محمد؟ حياك الله، ضعني في صورة ما يجري الآن حولك علي. نعم زميلي محمد، على الرغم من الأجواء الباردة لهذه الليلة، ليلة الفاجعة، ليلة استهداف القادة الشهداء، لكن هذه الأجواء الباردة لم تمنع الآلاف من الحضور إلى موقع الجريمة النكراء التي ارتكبتها القيادة الأمريكية آنذاك. الحضور ما زال مستمر، أطفال وشباب ونساء ويعني حتى كبار في العمر، هذا دليل على أن هناك إصرار من قبل كل هذه الشرائح المجتمعية على المشاركة في هذه الذكرى التي يعني قد يعني الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الشهداء. للحديث أكثر عن كل تفاصيل هذه المناسبة ينضم إلي السيد عبد الهادي الدراجي القيادي في الحشد الشعبي. السلام عليكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد الهادي، اليوم الأجواء باردة لكن شفنا أكو يعني توافد مستمر منذ الساعة 5 تقريبا عصرا ولحتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولقناتكم الكريمة ولجمهوركم الكريم. يستذكر العراقيون هذا اليوم الذكرى الرابعة لشهادة الحاج القائد أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج قاسم سليماني. أولا عظم الله لكم الأجر بهذه الفاجعة الأليمة وبهذا المصاب الجلل. هذه الجماهير وهذه الحشود التي ترونها وفاء لدماء القادة الشهداء، هؤلاء القادة هم الذين رسموا ملامح النصر الكبير على الاحتلال وعلى داعش. تعلمون جيدا أن الحاج أبو مهدي المهندس
استطاع بقيادته الواعية وبصبره وبجهاده تطبيق فتوى المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني، والتي انبثق منها الحشد الشعبي المبارك، وعلى غرار ذلك تحقق الانتصار الكبير والعظيم، وهذا الذي لم يرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الاستكبار العالمي الذي استهدف هؤلاء القادة. اليوم هذا الحضور الجماهيري ممكن يؤكد على ضرورة إخراج القوات الأمريكية. هذه المناسبة ممكن تعدوها كقيادات بالحشد الشعبي فرصة للتأكيد على موقف العراق بضرورة إخراج القوات الأمريكية التي ارتكبت سلسلة من الجرائم كان احد اغتيال القادة الشهداء. شكرا جزيلا. هو انا جايك بالكلام انه الموقف الجماهير الكبير وهذه المناسبة الرابعة باستشهاد القادة، شوف هؤلاء الجماهير الذين يفدون اليوم آلاف إلى الواقع وإلى الحدث الذي حصل في مطار بغداد، ما هو إلا موقف استذكاري واستنكاري، استذكارا لدماء الشهداء واستنكارا لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف القادة الشهداء. ومن هنا ومن خلال قناتكم الموقرة الكريمة نطالب بتدويل هذه القضية وتفعيل قانونية تجريم الولايات المتحدة الأمريكية والمجرم ترامب. وبالتالي هذه الجماهير في كل عام تطالب بتدويل قضية الحاج أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج قاسم سليماني باعتبار أنه خرق للسيادة. وما هذا الذي يحصل والاستنكارات التي تحصل إلا خير دليل وشاهد عصر على أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما وكبيرا في قضية استهداف هؤلاء القادة العظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دماء الشهداء القادة هي وحدة العراقيين جميعا، لأن الحاج القادة شهيد أبو مهدي المهندس. شكرا لك مراسلنا علي حبيب من المطار، وتوصلني الآن صور من أرض المطار، الأرض التي وقع فيها حادث استشهاد القادة الشهداء. هذا المكان اللي سنويا يحضر له آلاف الناس لاستذكار هذه الواقعة. دكتور، احنا صار لنا 4 سنوات ولحد الآن التحقيقات ماكو، كل شيء ما تبين من القصة. سمعت عن تحقيقات؟ لا، الموضوع يعني ما يحتاج لتحقيقات بمقدار ما يحتاج من هي الأداة التي ساعدت المجرم. هي الأدوات الداخلية. يعني المجرم معروف، هو اعترف بجريمته واعترف بعمله، لكن الأدوات التي ساعدت سواء في العراق أو حتى في سوريا أو في بلدان أخرى، يعني هاي الإحداثيات والمعلومات يعني حقيقة ماكو أي نتائج، يعني ماكو أي نتائج. كلما اقتربنا لنتائج معينة وهنالك اطمئنان في القلوب نفاجأ أنه الأمر يتوقف، ليس هنالك من كشف حقيقي للأدوات. يعني أنا أتوقع يعني هنالك جوانب سياسية، لربما جوانب سياسية وشخصية لا يراد أن تثار المواضيع بهذه يعني بهذا الوسع. زين، أنا سألت الأستاذ حسن إنه شنو اللي كان يشكلونه من خطر على الأمريكان؟ الأمريكان القوة التي لا تقهر، الكذا، ما أعرف. خلال هذا العقد خصوصاً، خلال هذه الفترة ما شاهدنا عملية للأمريكان باستهداف شخص واحد أو شخصين بهاي الطريقة. شنو اللي خلى الأمريكان بكل قوتهم بكل تحشيدهم يستهدفون شخصين؟ شوف، هو كنظرة سريعة، أمريكا مثلا ومن معها من حلفائها تريد لهذه المنطقة، يعني منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق وسوريا، تريدها على قدر إيدها. يعني هي تحرك الوضع السياسي فيها أو الوضع حتى الاجتماعي والثقافي. اللي ذكر الأخ حسن أنه هذه الصنيعة اللي ليس فيها خلاف، الصنيعة الأمريكية اللي هي إصابات داعش، ما كانت أمريكا تتوقع أنها ستفشل عبر مشروعها الداعشي. وأنا سامع حتى من شخصيات أمريكية، كنت حينها مستشارا في رئاسة الجمهورية، بعد سقوط هذه المدن بأيام كان هنالك لقاءات مع مسؤولين في رئاسة الجمهورية، كان رئيس الجمهورية وقتها مريضا، فكان آخرون يجتمعون، أنا أحضر بعض هذه اللقاءات، هم يتحدثون يعني ببرود
يقولون هذه الذي حدث يحتاج له سنوات طويلة. هذه يحتاج لها حتى أحد المسؤولين أذكر هذه العبارة التي قالها. قصدك الاحتلال يعني. داعش حين يعني إرادة سنوات طويلة نخلص من عدو. وضع الأمريكي كان جالسا بهذه الطريقة واضع رجل على رجل. أمام المسؤولين العراقيين يقول لا أولا هذه يحتاج لها سنوات طويلة. فأجابه أحد المسؤولين الجالسين قال بس طيارات طيروا حتى على الأقل يتوقف الزحف فهم يزحفون على بغداد يعني. قال لا, لا لا نطير لا طائرة ولا شيء. وهذا بعد هو يعني مخاض هيك بمعنى هيك عبارة يعني هذا مخاض شوف شو شي ينتج هذا المخاض يعني هكذا هكذا يتحدثون. الحاج قاسم بالذي ذكره الأخ حسن والحاج أبو مهدي المهندس بهذه النظرة والبصيرة الاستباقية الاستراتيجية فعلا أبطلت مشروعهم. ودليل بسيط اليوم وأمس وقبل وأيام تقدر تعرف أنه فعلا الموضوع يعني وراءه أيادي حتى طائفية. شلون؟ أنت شوف حجم الكلام على أبو مهدي المهندس اللي هو يعرفونه وقاسم سليماني اللي بعضهم يعرفه وقاعد وياه وجالس واجتماعات وعارفين أصلاً حتى دعمه إلهم هم يتحدثون عليه بسوء. هؤلاء لم يتحدثوا بحرف واحد على أبو بكر البغدادي. أنا كمتابع مو أحكي لك بعواطف. أبو بكر البغدادي الذي اتفق عليه القاصي والداني أنه مرتد ومجرم واعتدى على المسيحيين والأزيديين والصابئة والسنة والشيعة وهدم المساجد والحسينيات والأضرحة وخرج بصوته وصورته يتهجم على كل مقدس. هذا لا أحد يتحدث. سمعت يوم مثلا خطيب يتحدث؟ سمعت يوم سياسي جابه بالذكر؟ يسجبوه بالذكر يمهس قتل العراقيين شبع بينا قتل إلى أن الله قال بس ماكو واحد يذكره ما حد يذكر سيئاته. هذا يدل لك على شنو؟ الجهة الثانية التي هي تختلف مع أبو بكر البغدادي أو مع الزرقاوي أو مع غيره يجوز تقول لك أنا خلنا أتجنب الحديث لأن خاف تحسب علي. وهذا ينظر للأمور بنظرة طائفية. نظرة طائفية لا يتحدث. أس أنا وياك والأستاذ حسن وتابعوا كل التصريحات على مدى السنوات للأحياء والأموات. والله أنا ما شايف أحد للأحياء. أنا أقول لك ما شايف أنا متأكد يعني أنت هذا تنظر إلى هذا هذا شو يدلل لك؟ يدلل لك على أنه قاسم سليماني رحمة الله على هذا القائد وياهم وعاش وياهم وبغداد ويلتقون وبهاي المنطقة وذيك المنطقة ويعرفونه ويعرفون أبو مهدي المهندس منه. لكن هم تدفعهم النعرة الطائفية الضيق الطائفي يخليهم يتهجمون ويتكلمون وماكو واحد هم يتكلم عليهم إلا هو مدعوم من قبلهم يعني إلا في يوم من الأيام داعمه وواقفه ومناصره ومدافع عنه وساد عنه في قضية يعني هذه هي طبيعتهم. الطبيعة الإنسانية عند الحج المهندس أنا ما شفت مثيلها زين حقيقة. هاي هذا الطبع الإنساني اللي يتغلب هو مو متدين هو حريص على دينه بالمناسبة حريص على مذهبه خصوصية المذهبية لكن بالجانب الإنساني يطفو على كل شيء يطفو على كل شيء. وهذا من ناحية عملية يعني والله بعض الأحيان يصير كلام قال لا شيخنا خاف هذا يؤذي الجهة الفلانية يا يؤذي وجاي يذبحون بيكم. قال لا حتى لا نثير الحفيظة. هيك عنده قياسات هيك عنده دقة هيك عنده محبة للجميع. حتى سريرته هو من كان شاب في البصرة في مدينة في قرية أبو الخصيب في قضاء أبو الخصيب أو في منطقة السيمر اللي هي في مركز المدينة هاي أخلاقيته هاي بساطته هذا وضعه. فللأسف الشديد هذا الدفع الطائفي اللي إحنا في كل سنة يتجدد يعني هسه سقوط المدن ما تسمع لك واحد يتحدث على أبو بكر البغدادي. في أيام الانفجارات اللي صارت ببغداد على أيدي الزرقاوي وربعة ما كفد يوم واحد أدان وجدد الإدانة انتهى قفلنا دفننا الموتى لملمنا لحمهم بالطرقات والمدارس والمستشفيات ومن قولة العوام بوس عمك بوس خالك وانتهى الموضوع ولا حد يذكرهم أصلاً ما حد يذكر إجرامهم. لكن هؤلاء الذين تقطعت أجسادهم لأجلنا
هؤلاء يعني تسمع بعض الكلام الذي ينبغي أن لا يسمع، يعني على أقل تقدير ليش هذا نكران الجميل؟ هذا يسمى بنكران الجميل. أنا اليوم أجي أنصفك أنت فلان ابن فلان، حتى أنا قبل لا أجيك أنا كنت في إحدى المهرجانات وأنا أقولها بصراحة وسع الإعلام، أنا أختلف مع الحاج قاسم سليماني جزء مذهبيا جزء عقائديا، أكيد عقيدتي مو مثل عقيدته، لكن أنا أتفق أكون نقطة التقاء أعظم من كل شيء، اللي يجمعنا الإنسانية، اللي يجمعنا الأخوة، اللي يجمعنا الدين، اللي يجمعنا الموقف. هسه هذا عدو جاي عليك يريد يذبحك، يريد يقتلك، زين أنت تقف مع القاتل لو تقف مع الذي يأتي يناصرك؟ حتى شوف الدنيا وين توصل، يطلع أحد بعض السماد، يعني ما أريد أفتح كل الجروح لأن هي مؤلمة وإحنا اليوم أصلاً عايشين في جرح مؤلم، لكن لما يطلع واحد ويقول مثلاً هو قائد عسكري ويسألونه يا أكو دور مثلاً للحج قاسم فلان، والله ما شفته بالجبهة. طيب هاي الفيديوهات يا أستاذنا يا أبو هاي الرتب العسكرية مالتك هسه ما شفناه، ما أنت ما شفته، ما شافه يعني هو ما كان بالجبهة، لأن هو ما وصل للجبهة. زين طيب هاي الفيديوهات يا أستاذ حسن، هاي الفيديوهات هسه أستاذ حسن قال اشتراك بجرف النصر، اشتراك بالموصل، اشتراك بدياله، بالفلوجة، بالقرمة، زين هذا كله ويطلع يظل الرأي العام. شوف الوقاحة، يطلع حتى هذا اللي المقدمة والمقدمة يفز بوجهه، قال لا ما لهم أي وجود. هو ليش يسوي هذا الكلام؟ هو يريد ينتقص من شخصية أبى الله إلا أن يرفعها في عليين. الله يرفعها وانت تنزله عيب. إنسان يستحي شوية على شيباته يقول عيب أنا شلون أتكلم هذا الكلام حتى لو ما شايفه، أقول لا إلى مشاركة إلى كذا إلى آخره. فأشياء أكو أشياء لربما نتهم بها، إحنا نريد نجامل الجامل وتتلوق الجامل وتتلوق للأحياء راح. للأحياء هذا بعد هو ما تنتهى أكيد، لكن الله سبحانه وتعالى يسجل المواقف. والله بس أستاذ حسن شنو القصة هاي؟ أنا أحس هاي والله الدكتور قاعد يفتح لنا وايا أشياء، يعني واحدة من عندنا وهذا اللي ما شايف القادة بالمعركة، واحد يومية طالع لنا بسالفة، سريش ما عندهم غير جماعة يعني؟ خوب أكو هواية ناس غيرهم يعني المفروض يشغلون بيهم. أنا طبعاً بداية أنا أحب أعزيكم وأعزي يعني الشعب العراقي والمشاهدين والمقاومة الفلسطينية باستشهاد المجاهد القائد الكبير الشهيد صلاح العاروري اللي الآن استشهد في بيروت بضربة جوية من قبل الصهاينة. وأعتقد أن هذا الاستهداف سينقل المعركة نقلة أخرى مختلفة تماماً للمنطقة وفي فلسطين أيضاً. قد تكون أخطر. نعم، هو هذا توسيع لدائرة الصراع وتوسيع لدائرة الحرب، وفي الضاحية وفي مكان يعتبر مؤمن وفي سكن، وأيضا يصادف أو يوافق الذكرى السنوية لاستهداف القادة قادة النصر. وأعتقد سيكون هناك رد قوي للمقاومة على مستوى المحور كله، مو بس على مستوى لبنان أو على مستوى فلسطين. وطبعا الشهيد كان من الشهداء الكبار اللي له علاقة خاصة بالحاج سليمان والحاج أبو مهدي، وكان لديه علاقة خاصة مميزة أيضا، وهو من المخططين الأوائل في عمليات 7 أكتوبر طوفان الأقصى. هو المخطط الأول يعتبر في هذه العملية، وارتقى شهيدا اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون اليوم شهادة توافق مع شهادة الشهيدين القائدين. الحمد لله رب العالمين. طبعا اللي يتحدث عن عدم رؤية الشهيد سليماني أو الشهيد المهندس في العمليات، هذا إذا كان ما موجود طبعا ما يشوف. لكن أنا شفت اللقاء الأخ العسكري اللي التقى تحدث، أعتقد كان يقصد في إحدى العمليات، قال أنا ما شفته ما كان موجودي أنا على عملية معينة، لكن لا يقصد لأن في لقاءات أخرى أنا شايفها سبقت ولحقت هذا اللقاء، هو يتحدث عن دور الشهيدين بشكل واضح. عموما الشهيدين مو احنا انا اجي اثبت او انفي وجودهم، الشهيدين كانوا موجودين والفيديوهات اصلا ما يحتاج نناقشها، الموضوع ما يحتاج يعني لا ما يحتاج نناقشها، بس يمكن خلي شويه نطب العمق مو فقط الاستذكار، ولذلك انا رايح بهاي التوجه. اكو ناس رفعوا صوره الشهيدين واساءوا لهم بيش؟ بممارسات حزبية، بممارسات غير صحيحة، بممارسات خاطئة، بممارسات كذا، يمكن هذا جزء
يمكن هذا جزء خلى بعض الأشخاص يعتقدون بأنه هذا هو الامتداد الطبيعي للشهيدين. لا أخو، التمسح بالصور والبكاء على الشهيدين هو مو كافي لمعرفة من يتبع الشهيدين. وأنا أتفق مع من يتحدث عن بعض الإساءات التي صدرت من بعض الأشخاص الذين ادعوا انتسابهم إلى مدرسة الشهيدين. الشهيدين سليمان والشهيد المهندس كانوا متواضعين، فأي شخص يدعي أنه ينتسب إليهم ويمارس التكبر والغرور والاعتداء على الآخرين هذا ما ينتسب للشهيدين، وإن رفع 100 صورة ولو يبكي سنة زين يبكي دم سنة، هو هذا منافق كاذب يتخذ من الشهيدين غطاء لأفعال المشينة، وطبعا يا أكثرهم في بغداد والمحافظات من يدعون ذلك، ونحن نعرفهم بالأسماء، نعرفهم من يدعون الانتساب للشهيدين واللي يبكون أكثر من عندنا على الشهيدين، وهم منافقين كذابين أسسوا اقتصاديات عملاقة هائلة وأرتالهم العسكرية أكثر من رئيس وزراء، رتل العسكري مالت أكبر من رئيس الوزراء زين. واستولوا على أراضي في بغداد وعلى أملاك ونافسوا التجار وابتزوا التجار وابتزوا الناس، هؤلاء مجرمين قتلة على الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية ورئيس الوزراء كقائد عام القوات المسلحة أن يكافح هؤلاء المنافقين، وأن تبقى مدرسة الشهيدين الشهيد المهندس والشهيد سليماني طاهرة نظيفة من أمثال هؤلاء. الشهيدين كانوا يمثلون مسيرة للجهاد، كان مسيرة للتواضع. أنا في يوم من الأيام قبل استشهاد الحاجة ومهدي على ما أظن حدود 60 يوم أو أقل من 60 يوم، كان عندي بيت هنا في بغداد، مشيت نائب بالبرلمان، فكان عندي بيت مأجرة يعني وحدي، فخبرني المغرب قبل المغرب قبل أذان المغرب بثلاث ساعة تقريبا، قال أبو نور وين؟ قلت له والله بالبيت حج. قال أنا مشتي أروح أزور الكاظم، تروح وياي؟ قلت له تأمر حج. قال أجيك تجيني؟ قلت له لا أنا أجيك بطريقي، هو قاعد بالخضرة مقر الحشد، قلت له لا أنا أجيك. قال بس ما أريد حماية ولا سواق، أنت السوق وأنا وياك بسيارة وحدنا نروح، ما أريد حمايات، وهي طبعا طبيعته هيك. قلت له أنا يمي النائب يوسف الكلاب يجيبه ويا؟ قال يجيبه، هو كان أكو علاقة خاصة يعني. المهم فرحنا بخط الثلاثة، أنا سوق والحاج ومهدي بالصدر والحاج الحاج يوسف كان قاعد لي ورا، رحنا الإمام الكاظم زرنا وكذا ورجعنا، بقينا للصبح. صبح خابر الساق تعال، إجا سائق واحد هو صاعد بالصدر رجع له هذا صحيح. هذا القائد أبو مهدي، وكذلك حاج قاسم أنا شايف له مقاطع فيديو في سوريا وفي بعض المناطق الصراع مع الصهاينة، على الدراجة يركب على الدراجة بظهر هذا ويمشي بالدراجة، وفي سيارة يمشي واحدة سائق وياه فقط بالصدر وهو يسوق وبيكا بدبر قمارة. هذا التواضع اللي عند الشهيدين. فمن ينتسب أو يدعي انتساب لهذه المدرسة، مدرسة الشهيدين، مدرسة الجهاد بشكل عام، نحن نقول الشهيدين باعتبارهم ممثل ورمزية مدرسة الجهاد. مدرسة الجهاد ما بيها تكبر، مدرسة الجهاد ما بيها غرور، ما بيها اقتصاديات، ما بيها اعتداء على الآخرين، ما بيها استخدام هذه العبارات الشوارع عبارات السيئة. طب هسه على تويتر شوف الأساليب اللي يدعون انتسابهم للمقاومة أو انتسابهم للجهاد، هم خريج مدرسة مريدي يعني مو مدرسة الجهاد حقيقة. أنا مع اعتزازي بمريدي وسوق مريدي مع اعتزازي به، بس قصدي يعني مو مستوى المجاهدين ولا مستوى زين يعني المثقفين. قصدك ثقافة الشارع مو ثقافة مع الأسف أي. لكن ما زالت مدرسة الشهيدين موجودة وفيها مجاهدين مخلصين لم يظهروا ولم يدعوا وصلا بالشهيدين، لكن ادعوا سيرا على نهج الشهيدين بسلوكهم بأخلاقهم بأدبهم زين. مدرسة الشهيدين حقيقة أنا أعتقد بها هي مدرسة تدرس للأجيال القادمة، وستكون من رجال العصر في هذا العصر، سيكونون من رجال العصر الذين حطموا مخططات إسرائيل والصهاينة على أرض العراق. بس على مستوى الدولة ما قاعد نشوف هذا الشيء، الشعوب تبقى ذاكرة الشعوب تبقى موجودة، ويعني نشوف احنا اليوم من نستذكر قادة كبار، شهيد المحراب، سيد باقر الحكيم، قادة كبراء نستذكرهم اليوم ونستذكر مواقفهم ونستذكر بس هذا يراد لترسيخ، هذا يعني خصوصا ما يتعلق بالشهيدين يراد لترسيخ، يراد لذول الناس ايش سووا، مو انا قاعد بعد 4 سنوات اسالك من ابو مهدي المهندس ما دام المدرسه موجوده راح تخرج يعني ليش هذا الاهمال؟ يعني مو المفروض يندرسون بالمناهج؟ يفترض مو المفروض تصير شوارع باسمهم؟
مو المفروض نعرف لا صارت استاذ محمد صارت عندنا مدارس في كل محافظات العراق مدارس باسم الشهداء وشهداء القادة اقصد وصارت شوارع وصارت ساحات وصارت نصب في هذا المجال اكو الحشد ادى دور ممتاز وايضا حكومات محليه ادت دور ممتاز شوارع ايضا سميت باسمائهم اكو دور لكن مو هذا المهم مو المهم فقط تسميه الشارع المهم اليوم تدريس منهج الشهيدين معرفه ماذا يريد الشهيدين الوفاء للشهيدين مو البكاء عليهم فقط واقامه مجالس العزاء السنويه السير على يعني اليوم لما تسال ابو مهدي قال له شنو تتمنى ورا ما استشهد ايش تتمنى قلت اتمنى اللي سويته وقدمت عمري من اجله وتقطعت اشلائي من اجل انا واخوي السليماني ان يستمر هذا المنهج يكون يستمر هاي المدرسه يجب ان تخرج شهداء اخرين ومجاهدين وطبعا في مقدمه هذا هو تحرير العراق من الاحتلال وطرد المحتلين من ارض العراق خلينا نشوف هذا هو الاهم طبعا طبعا احنا شلون احنا ناس هسه بكل شيء يعني ناس هم مستهدفين القاده اللي خلصونا من داعش وبعدهم موجودين عندنا وعندهم قواعد يفترون ما عندهم اي مشكله ايش التناقض العجيب هذا انا اريد اختم اسمع منك تعليق حتى اختم والله كما ذكرت اولا وقبل كل شيء مقتل القادة استهداف القادة رقم واحد أطال في عمورهم أمريكا سببت بإطالة أعمارهم يعني هم ناس كبار ورا ثلاثة أشهر صارت عندنا كورونا مع كورونا يعني يجوز يصاب بالكورونا ويموت وينتهي الناس الذكرى تذكر مآثرة بس مو مثل ما هو يعني يموت بهذا الأمثلة تضرب ولا تقاس وإن شاء الله أوفق بالقياس أنا دائماً أقولها من قبل الإمام الحسين عليه السلام أمير وابن ملك بالمستوى السياسي ابن علي بن أبي طالب طبعاً يقدر يروح يقعد بالمدينة مكانه وتأتيه الذهب والفضة مما يريد شد من الحياة ويموت ويختم له هو ابن علي وابن فاطمة ماكو أي مشكلة ومحترم ومقدس ويجوز أصلاً انتشاره بالكتب هسه كل المسلمين يذكرونه لكن قدر الله له أن يموت بهذه الطريقة حتى يكون عمره هذا الزمن ايش قصر الإمام الحسين من استشهد والناس تذكره تذكره بهذا العنوان التفصيلي يعني هسه أختلف وياك بالقصة بالحديث بس بالنتيجة قتل بهذه الطريقة كذلك ولله المثل الأعلى هؤلاء ختم الله حياتهم بهذه القتلة بهذه الطريقة لابد أنه هذه الأجيال التي ذكرها الأخ حسن يعني من هذه المدرسة لو واحد يطلع لنا بعد فد 100 سنة يحافظ على هذا التراث هي أعمارهم باقية أمريكا لو ما تعرف هؤلاء لهم تأثير على إفشال كل المشاريع التي تزرعها من مثلية ومن تحلل ومن فساد ومن إلحاد ومن غيره لو ما تعرف أن هؤلاء سوف يؤثرون لما قتلتهم ولكن هذه الأمة لن تموت أيضا فيها رجال شكراً ورجال من تلك المدرسة شكرا للشيخ الدكتور خالد الملا رئيس تجمع علماء العراق شكرا لك دكتور حياك الله وزاحمتك بالجاية وسحبتك من المهرجان شكرا لك أيضا شكرا للأستاذ حسن فدعم شكرا أستاذ حسن محمد. شكرا لحضرتك أشكركم مشاهدينا الكرام في أمان الله We'll be right back.